أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أنه في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات في الحوار، تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية مع مجموعات من الرموز والقيادات. وأكد رشوان أن مجلس الأمناء تلقى عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر. وأكد الحضور على ضرورة بدء الحوار في الموعد المقترح، كما أثنوا على جهود لجنة العفو الرئاسي مؤكدين على ضرورة استمرارها بكل طاقاتها للإسراع بتحقيق مهمتها، كما شدد الحضور على ضرورة التوسع في دعوة كل الأطراف والخبرات للمشاركة في الحوار ودعم مشاركة الشباب والمفرج عنهم وممثلي مختلف الفئات الاجتماعية والمدارس الفكرية والسياسية.